وإنسانياً كان القرار، وإنسانياً كان القرار باستمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود وكذا استقبال الجرحى والمصابين على الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أننا حافظنا على استمرار فتح المعابر أو المعبر، وقد بلغت المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى القطاع إلى قطاع غزة أقصد حوالي 12,000 طن، نقلتهم 1,300 شاحنة منهم 8,400 طن قدمتها الدولة المصرية من خلال الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، وبما يبلغ 70% من إجمالي المساعدات.